رئيس مجلس القيادة يهنئ الجزائر بذكرى استقلالها. وزير الخارجية يثمن مواقف مجلس التعاون الخليجي الداعمة لبلادنا. محافظ حضرموت يطلع على مشاريع منظمة العون المباشر الكويتية بالمحافظة. السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة التي نقدمها لكم من مبنى تلفزيون حضرموت، والبداية مع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية، الذي بعث برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبد المجيد تبون موفور الصحة والسعادة، ولحكومة جمهورية الجزائر وشعبها الشقيق التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح العمل في مشروع طريق المخا موزع الكدحة ضمن المرحلة الثانية من طريق كسر الحصار الحوثي عن تعز. وأكد طارق صالح أهمية المشروع الممتد على طول 37 كيلومترا وعرض 20 مترا لتحقيق نماء اقتصادي وسهولة حركة التجارة وتنقل المواطنين بين مديريات المخا وموزع والوازعية ومدينة تعز، معبرا عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة. وطلع عضو مجلس القيادة من المهندسين المختصين على مراحل المشروع الثلاثة الذي تنفذه 3 شركات في وقت واحد، كما زار كامب الشركة واطلع على بذء الإنشاءات في الطريق وتفقد أحوال المواطنين في مديرية موزع. ثمن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع زنداني مواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه بلادنا ودعمه مجلس القيادة الرئاسي وتقديم التدخلات التنموية والإغاثية والإنسانية للشعب اليمني. جاء ذلك خلال لقائه رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن سرحان المنيخر، وبحث الجانبان خلال اللقاء مستوى العلاقات الثنائية بين بلادنا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، وأهمية تفعيل انعقاد اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع زنداني اليوم مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشينغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات في اليمن وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان انشراح أحمد عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي. وتطرق اللقاء إلى تنظيم عمل القابلات المجتمعيات التي يتولين الصندوق وتأهيلهن عبر معاهد صحية حكومية وإمكان إدراجهن ضمن إطار وزارة الصحة، إضافة إلى البحث في إمكان إسهام الصندوق في تحديث المناهج الدراسية لمعهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية. واستعرض اللقاء الترتيبات الخاصة لتنفيذ حملة صحة الأم والوليد والترتيبات الفنية اللازمة لإجراء المسح الخاص بوفيات الأمهات. اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الورشة التدريبية الثالثة حول آلية التمويل المالي المباشر التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. الورشة تطرقت إلى الصعوبات في نظام الرقابة المالية الداخلية التي لوحظت خلال الأنشطة المنفذة لعام 2022-2023 للميلاد. وشدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على ضرورة تجاوز الإشكاليات المالية المعيقة للعمل وتعزيز الشفافية والحوكمة، موجها بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات سهلة تساعد في الانتقال إلى نظام الأتمتة. التقى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوث مبارك بن ماضي اليوم بالمكلف فريق مكتب منظمة العون المباشر الكويتية بالمحافظة
برئاسة مدير المكتب عدلي بسيف. واستمع المحافظ بحضور المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد بدروس إلى شرح حول المشاريع التي نفذت منذ تدشين عمل المكتب بحضرموت في فبراير 2024 للميلاد، والمشاريع القادمة للمنظمة، ومنها التحضير لتنفيذ مخيم طبي مجاني لطب العيون في أغسطس القادم. واستعرضت مشاريع التمكين الاقتصادي والمياه والإصحاح البيئي والمشاريع الإنشائية والصحية والتعليمية وخدمة الفئات الاجتماعية. وأشاد المحافظ بتدخلات دولة الكويت الشقيقة ومواقفها المشرفة وعلاقتها المتميزة والتاريخية مع بلادنا، مثنيا على مشاريع المنظمة في خدمة المجتمع. انطلقت اليوم أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب بلادنا الدائم لدى الجامعة العربية السفير رياض العكبري لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التوسع الاستعماري. الاجتماع عقد بمقر الأمان العامة لجامعة الدول العربية القاهرة بدعوة من دولة فلسطين وتأييد الدول العربية الأعضاء لبحث التحرك العربي والدولي وإقراره لوقف جريمة الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي وتوسعه الاستعماري الاستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال أخيرا. وأقر الاجتماع التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة المنامة بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني. كما أقر المجلس تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأقر المجلس استنكار قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب في إبطاء إنصاف الضحايا وتمكين الجاني من الإفلات من العقاب، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية. ورياضيا، تستعد الجماهير الرياضية لمتابعة الأدوار الإقصائية لبطولة كأس حضرموت التي تستأنف مبارياتها غدا الجمعة بمبارتين في المكلا وسيئون. المزيد من التفاصيل عن عودة المنافسات الرياضية في سياق التقرير الآتي نتابع. تعود منافسات بطولة كأس حضرموت للواجهة من جديد بعد توقف دام قرابة 5 أسابيع. تدور عجلة البطولة من الدور 16. أولى المباريات تلعب يوم الجمعة في مديريات الساحل والوادي، حيث يحتضن ملعب الفقيد براد بالمكلا لقاء الشرطة وضيفه البرق بتريم، بينما يحل المكلا ضيفا على سلام الغرفة في الملعب الأولمبي بسيئون. 16 ناديا يخوضون سباق الحصول على كأس حضرموت في نسخته 8 بعد تخطيهم دور المجموعات، ليلعبوا هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، والأمل يحدوهم للظفر باللقب الأغلى في المحافظة. الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد انعكس أثرها على شدة المنافسة بين الأندية 16 في البطولة، لتستعد الجماهير الرياضية في بلادنا بالاستمتاع بمتابعة الأدوار الإقصائية من كأس حضرموت التي توج بها اتفاق الحوطة في نسختها الماضية من البطولة. سالم الحداد لتلفزيون حضرموت المكلا. وإلى حالة الطقس، حيث تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة مع عوالق ترابية خفيفة ورياحا معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى دافئة رطبة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء مغبرة ورياح معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا. فيما تشهد مدن وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مع عوالق ترابية ورياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة، ودرجات الحرارة حارة جدا نهارا إلى دافئة جافة ليلا. الآن مشاهدينا نتابع وإياكم حالة الطقس.
ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يهنئ الجزائر بذكرى استقلالها. وزير الخارجية يثمن مواقف مجلس التعاون الخليجي الداعمة لبلادنا. محافظ حضرموت يطلع على مشاريع منظمة العون المباشرة الكويتية بالمحافظة. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. خطاب النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله. في أمان الله.